السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة مع الجزء التالي من الوصايا العشر لرفع وتحسين أداء الجهاز. النصيحة السادسة عندنا هنا توقيف موفر الطاقة أو اللي هو الباور سيفر، ودوت في الغالب بيكون موجود في اللابتوب، تمام. فبنكتب كلمة باور في الستارت منيو ونخش على الباور اوبشن، تمام، ونتأكد ان الباور سيفر مقفول، لان الباور سيفر لو مفتوح بيؤدي الى بطء شديد في الجهاز. فاحنا نتأكد ان انا اخلي الجهاز على الهاي بيرفورمانس عشان الاداء يكون اعلى، وخصوصا لو انت شغال على جيمز محتاج اداء قوي، او انت شغال على برامج جرافيك او اي من برامج المونتاج اللي بتحتاج اداء قوي. فبتتأكد ان الباور سيفر مقفول اهو، تتأكد وتشغل الهاي بيرفورمانس عشان تاخد اعلى سرعة واعلى اداء للجهاز. النصيحة اللي بعد كده هي متعلقة اللي تشيك ويندوز انتجريتي، اللي هي تناسق نظام الويندوز بشكل عام. هنا هوت بنعمل حاجة اسمها تشيك للويندوز بشكل عام، بنروح على السي ام دي، تمام، ونكتب اس اف سي مسافة سلاش سكان ناو. هنا بيعمل سكان كامل على الويندوز ويشوف لنا اي ايرور موجودة، ولو لا اي ايرور بيديك عنها تقرير كامل ويقول لك كيفية اصلاح. النصيحة التامنة معانا هي فحص الذاكرة. بنخش على الستارت منيو ونكتب ويندوز ميموري دايجنوستيك، تمام، وهنلاقي عندنا خيارات فحص الذاكرة، هنخش عليها، تمام. وفي الحالة ديت هيدينا خيار عمل فحص كامل للذاكرة، بس طبعا هنا لازم يعمل ريستارت للجهاز كامل، فلازم تكون انت مستعد ان انت تعمل ريستارت للجهاز. اهو بعد ما تقول ريستارت هيبدأ يخش اوتوماتيك ويعمل فحص كامل للذاكرة، وبعد ما يخلص فحص بيعطيك تقرير كامل لفحص الذاكرة واذا كان في مشاكل ولا لا. النصيحة التاسعة معانا هي عمل فورمات للهارد ديسك وتنزيل ويندوز جديد. وطبعا مش هنلجأ للحالة ديت الا اذا كان كل المشكلات اللي قبل كده مش عارفين نحلها، وان الجهاز فعلا في حالة بطء شديد او في مشاكل كتير. ففي الحالة ديت بفرمت السي او بفرمت الهارد كامل وبنزل ويندوز جديد، وديت بتدلنا على كل المشكلات بتاعة البطء واي حاجة انت ما كانتش عاجباك في الويندوز القديم. بعد كده النصيحة العشرة والأخيرة هو إن أنت تجيب هارد جديد من نوع الـ SSD، والهارد الـ SSD هو أسرع بكتير من الهارد العادي، ودوت هتحس بفرق كبير في الأداء بتاع الجهاز. الهاردات الـ SSD متوفرة بأشكال كتير وأسعار مختلفة حسب الميزانية بتاعت كل شخص، بس طبعا هتفرق معاك كتير في الأداء بتاع الجهاز. وممكن كمان تجيب رامات جديدة تزود عدد الرامات، يعني لو انت عندك رامات 4 جيجا بتخليها 8 جيجا، او بتخلي 8 16، وده بيفرق كتير في سرعة واداء الجهاز. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم بمجموعة النصائح، وما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.